يقع شاطئ إيموران على بعد 15 كيلومتراً شمال مدينة أكادير، وهي واحدة من أجمل الشواطئ في المغرب. يمتاز الشاطئ برماله الذهبية الناعمة ومياهه الزرقاء الصافية، مما يجعله وجهة مثالية للزوار الباحثين عن الاسترخاء والاستمتاع بجمال الطبيعة. يشتهر شاطئ إيموران بموقعه الفريد بالقرب من صخرة الشيطان، وهي شبه جزيرة صغيرة تمتد في البحر وتضم بقايا حصن برتغالي قديم. هذا الموقع التاريخي يضفي على الشاطئ جوانحها من الغموض والجاذبية، ويجذب العديد من الزوار الذين يريدون استكشاف تاريخه والاستمتاع بالمناظر الخلابة. صخرة الشيطان تشتهر أيضاً بموسم إيموران، وهو تجمع شعبي يأتي إليه الناس كل 1 سبتمبر من كل عام لمواجهة الأمواج السحرية السبعة التي تخرج من كهف الشيطان. أسطورة محلية للسعادة الزوجية والخصوبة. بالإضافة إلى جمالها الطبيعي، يعتبر شاطئ إيموران وجهة لعشاق الرياضات المائية وخاصة ركوب الأمواج. بفضل أمواجها القوية والمستقرة، يجذب الشاطئ راكب الأمواج من جميع أنحاء العالم. تتوفر هناك مدارس لتعليم ركوب الأمواج تقدم دروساً لجميع المستويات، بالإضافة إلى إمكانية استئجار المعدات والانضمام إلى محبي هذه الرياضة المثيرة. كذلك يتميز الشاطئ بتوفر العديد من المطاعم التي تقدم أشهى الأطباق المغربية التقليدية والمأكولات البحرية الطازجة. يمكن للزوار الاستمتاع بوجبة لذيذة أثناء الاستمتاع بإطلالة رائعة على المحيط. من بين الأطباق التي يجب تجربتها هناك الطاجين، الكسكس، والمشويات من الأسماك الطازجة. لا يمكن زيارة شاطئ إيموران دون استكشاف القرية القريبة، تمرخت، التي توفر خيارات إقامة متنوعة تناسب جميع الميزانيات. يمكن للزوار الاستمتاع بجو القرية الهادئ والتعرف على الثقافة المحلية. بفضل قربها من مدينة أكادير وسهولة الوصول إليها، يعتبر شاطئ إيموران وجهة مثالية للرحلات اليومية أو الإقامة الطويلة. يوفر الشاطئ جميع المرافق الضرورية مثل مواقف السيارات، الحمامات، والمطاعم، مما يجعلها مكاناً مريحاً وممتعاً للزيارة. في الختام، شاطئ إيموران هو جوهرة طبيعية تجمع بين الجمال الطبيعي، التاريخ الغني، والأنشطة المثيرة. سواء كنت تبحث عن الاسترخاء، المغامرة، أو الاستمتاع بالطعام اللذيذ، ستجد في شاطئ إيموران كل ما تحتاجه لقضاء وقت ممتع ولا ينس. من فضلكم، لا تنسوا الاشتراك في قناتي لمزيد من الفيديوهات الرائعة والمشاهد الخلابة. شكراً لدعمكم.